هاو كان اي دو سم كريتيف ثينكينج وارجع للبزنس ديسيجن ميكر اقول له ما تيجي تعمل حاجه بطريقه مختلفه. واي ار وي يعني اف يو جو تو يو اس ونشوف الترافل هناك اتس ا ديفرنت تمام نوبادي از اكشلي مفيش حد بيقف عشان يقطع بوردنج باس الا لو هو ما عملش لسه دروبنج للباجز غير كده دي هاف تو دو ات. بعدين دلوقتي ما بقاش حد اصلا بيطبع بوردنج باس اتس اول على الموبايل. الحاجات دي هم سابقين من زمان على فكره والواحد لو راح للحظه نسي بيبقى شكله وحش جدا فين البوردنج باس ما انا ما خدتوش بيبقى شكلنا وحش. فثينك اباوت هاو كان وي يعني اي هوب ان احنا برضو اصدقائنا في مصر ران دي دو ذس لان الترانسفورميشن از كامينج اند وي هاف تو ريلي بي ريدي فور ذا نيكست كلها برضو لما يجي حته الارتفيشال انتليجنس او تسمع كلمه ماشين ليرنينج وارتفيشال انتليجنس الكام سنه اللي جايه يعني هيفي في كل حاجه في الدنيا اولموست هتبقى الفتره الجايه اللي هي حرب السنسورز اند روبوتس. فالماشين دي بتعمل كوجنيتيف فايا مايكروسوفت ازور ماشين ليرنينج فممكن تحلل لك سيناريو نفس الحكايه عم بدانا نعملها في برضو مصنع من مصانع بتاع الهوم ابلاينسز طالب مننا انه ونفس الديفايس نفسه هو بالموبايل بتركب عليه السنسورز بتاعنا ودير تعمل في ثانيه في اللوندري انفنتوري وانت واقف ثانيه هو اكثر من 18 ساعه تقريبا وبيجي في كل محافظات القاهره ودلوقتي بنوصل تقريبا 5000 عامل. اوكي رجعنا عملنا كان عاملين اول سيريز اوف سايتس متركبه فيها الفيزيكال كونديشن والسمارت اتندنس ده والاوتوماتيك طبعا كان بيتكتب المفروض ان يكون شكله عامله ازاي وونس انه راح هنا فهو عامل. وطبعا حضراتكم عارفين كلمه عامل في الكونستراكشن متعبه جدا يعني انا لو بشتغل النهارده في عامل في سايت اسمه بني سويف وبشتغل مثلا انا عامل محاره وليه اول دي ريت لو رحت بكره اشتغل في حاجه ثانيه في سايت ثاني مثلا من الخانكه واشتغلت سباك او وديفر فاوتوماتيكلي الاور دي ريت بتاعي بيختلف. فكان السوليوشن از فيري سمارت ان هو يديتكت بيبل مانجمنت نوت ريليتد لموظفين عندي بس ممكن تحط عليه الفيزيتورز ممكن تحط عليه زي ما قلنا السبلايرز فيندورز ممكن تحط عليه كاستمرز ممكن تحط عليه ناس بيشوفهم كتير السيستم حوالين المصنع عندك واخبارهم ايه الناس دي عند فين وتراك الكلام ده مور ان اباف لو عندك ريتيل وبيوزع الكلام ده فنفس الراجل اللي عنده الاب بيوزع بيه في واحد تاني عنده اب بيريسيف بيه البضاعه وبيقول رايه فيها ايه وصلتنا ليه لو انت بتوزع حاجات ديري ملك مش مفروض يتاخر في الثلاجه بتاعه العربيه اكتر من كذا لو راح بعد كده بيتهدل صحتنا. انجوي هيتس انا اشكر مستر جمال ومنى اي ثينك ذي ار هافينج ا فابولس ايفنت اند موستلي اكشلي اي وانا سي ذس يعني وخلي دي عشان نبقى فاكرينها what hits is doing impressing us احنا مايكروسوفت از ويل دي ار تيكينج ا ستيب انتو ذا اي او تي احنا رحنا برضو انا ادعوكم ممكن مستر جمال برضو هيعزمكم على دي يوز عندهم في المكتب there is a lab there for IoT there is a demo corner الامبلويز كلهم هناك they are wallet free ما حدش بيدفع اي حاجه كل الناس it's like using their mobiles their wallets no cash actually so think about what you can do for please visit hits ده مش اعلان لهيتس على فكره دي actually ده طلب يعني انا قايل للبائعين عندنا وقايل للشريف عندنا so please let's go and spend day at hits because there is really great innovation happening there and finally افتكروا الاكزامبل ده خلينا ايه نعمل new innovations. Thank you so much.